صلاح ذو الفقر. صلاح الدين أحمد ذو الفقر فنان مصري من مواليد 18 يناير عام 1926 مدينة المحلة الكبرى، لأب ضابط شرطة برتبة عميد، وكان الأخ الخامس بين إخواته محمود وعز الدين وكمال وممدوح. تخرج صلاح ذو الفقر من كلية الشرطة ضمن دفعة الوزراء أحمد رشدي والنبوي إسماعيل وزكي بدر، وبدأ مشواره المهني في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، ثم انتقل للعمل بسجن ترى، كما تم تعيينه مدرسا بكلية الشرطة، إلا أنه استقال عام 1956 ليتفرغ للفن. يعد صلاح ذو الفقر من أحد أبرز نجوم السينما المصرية في فترة الستينيات بالقرن العشرين، حيث تميز بخفة ظله وتقديم مجموعة متنوعة من الأدوار الرومانسية والاجتماعية والتاريخية بالسينما والتلفزيون، كما تمكن بجاذبيته ووسامته من جذب قطاع كبير من الجماهير إليه. كانت البداية الفنية له عام 1956 وهو لا يزال ضابطاً بالشرطة، حيث ساعده شقيقه المخرج عز الدين ذو الفقر للظهور للمرة الأولى على شاشة السينما في فيلم عيون سهرانة، بينما جاءت انطلاقته الحقيقية في تألقه في دور الفتى المرح بفيلم رد قلبي مع الفنانة مريم فخر الدين والفنان شكري سرحان. شارك صلاح ذو الفقر في الإنتاج من خلال تأسيس شركة للإنتاج الفني مع أخيه عز الدين ذو الفقر، وقدم من خلالها العديد من الأفلام الناجحة، منها بين الأطلال والرجل الثاني، ثم استكمل مشواره الإنتاجي عقب وفاة شقيقه عام 1963 ليقدم العديد من الأفلام، منها شيء من الخوف، أغلى من حياتي، مراتي مدير عام، أريد حلا، كما عمل وكيلا لنقابة الممثلين عام 1986. كون الفنان صلاح ذو الفقر ثنائيا ممتعا مع الفنانة شادية التي لعب معها العديد من الأفلام الكوميدية والرومانسية، وبلغ رصيده الفني أكثر من 250 فيلماً سينمائياً، من أبرزها الإرهابي، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، مراتي مدير عام، الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، الطريق إلى إيلات، الكرنك، الإخوة الأعداء، غروب وشروق، الرجل الثاني، جميلة، كما قدم أكثر من 70 مسلسل تلفزيونياً، منها بلا خطيئة، رحلة عذاب، ظهور وأشواك، مفتش المباحث، رأفة الهجان، القسطة المدير، عائلة شلش، لن أنساه أبداً، الثعلب، غاضبون وغاضبات، محمد رسول الله، عودة الروح، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها روبابيكيا، زوجة واحدة لا تكفي، ورصاصة في القلب. كان زواجه الأول من نفيسة بهجت وهي أرملة ولها أبناء، وكانت من رائدات العمل الاجتماعي، وتزوجها عن حب ورعى أبنائها وعاملهم كأبنائه، وأنجبت له أحمد ومنى، ولكن لم تستمر حياتهما السعيدة كثيرا، فانفصل شكليا ولكنه لم يطلقها حتى وفاتها. أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة زهرة العلا، وبدأت قصة الحب أثناء اشتراكهما سويا في فيلم رد قلبي، ولكنهما قررا الانفصال بعد عام ونصف من الزواج، ولكنهما استمر كأصدقاء. أما الزواج الأشهر في حياته فكان بالفنانة شادية، أما آخر زيجاته فكانت السيدة بهيجة مقبل وهي من سيدات المجتمع، وكان لها أبناء من زواج سابق، ودام زواجهما 18 عاماً حتى وفاته. وفي يوم 22 ديسمبر عام 1993 توفى صلاح ذو الفقر عن عمر يناهز 67 عام. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.